إن المشاورات مستمرة مع الأطراف اليمنية لاستكمال توقيع اتفاق المبادرة الخليجية وتنفيذ آلية مبعوث الأمم المتحدة. وأضاف في تصريحات صحفية أن موعد المشاورات لم يحدد بعد بسبب وجود خلاف حول آلية التنفيذ. وقد حصلت الجزيرة على معلومات حول آلية التنفيذ التي قدمها المبعوث الدولي جمال بن عمر والتي تنص على التالي: أن يصدر الرئيس صالح قرارا بنقل سلطاته الرئاسية إلى نائبه، وأن يدعو إلى انتخابات رئاسية خلال 3 أشهر من التوقيع على المبادرة، وتبدأ المرحلة الأولى من الاتفاق بتشكيل حكومة إجماع وطني برئاسة المعارضة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وإعادة هيكلة القوات المسلحة، إضافة إلى الإعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة، وأن المرحلة الثانية تبدأ من نتائج الانتخابات الرئاسية وتستمر 2 سنين، وهناك اتجاه لترشيح مرشح رئاسي توافقي، وأن تتم إعادة صياغة الدستور خلال هذه الفترة التي تؤسس آلية لحوار وطني يجمع كل الأطياف، كما يتم في هذه المرحلة الإعداد لانتخابات عامة وفقا لما وصلت إليه هذه الاتفاقيات، كما تتضمن الاتفاقية آلية لهيكلة الجيش من يوم الاتفاق إلى يوم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يتم فيها دمج جميع الفصائل في إطار جيش وطني واحد يخضع للسلطة المدنية، وكذلك تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف نائب الرئيس للدخول في هذه العملية. معي هنا